السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بيكم. دي اول محاضرة ليا معاكم ان شاء الله، اول محاضرة دي لسنة اولى. انا اسمي دكتور وليد نصر، مدرس الاناتومي بكلية الطب، ومسؤول الانشطة الطلابية بالكلية، ومسؤول الفصل الدراسي التاني ان شاء الله. النهاردة المحاضرة بتاعتنا هتكون عن الكارتريجز اند بونز، كارتج اند بونز اللي هما الغضاريف والعظم. تمام. المحاضرة دي هتكون بسيطة. انتوا خدتوا محاضرة ترمينولوجي مع دكتورة ايمان، وخدتوا محاضرة الفاشيا يوم الاثنين. النهاردة هناخد محاضرة كارتريجز اند بونز. ده طبعا تبع كتاب البيزك اناتومي او الانترودكشن تو هيومن اناتومي. تمام. فالنهارده هنتكلم على cartilages and bones اللي هي الغضاريف والعظم. ايه هو؟ نبدأ بالغضاريف. ايه هي الغضاريف؟ قال لك اللي هي cartilages، يبقى cartilage يعني غضاريف. الكارتلج دي tough type of connective tissue، ده نسيج ضام. tough type of connective tissue، يبقى connective tissue يعني نسيج ضام بيربط ما بين الخلايا. بس خلي بالك ان النسيج ده ولا هو سوفت ولا هو هارد زي العظم. العظم كونكتيف تيشو، بس هارد تايب اوف كونكتيف تيشو. لكن الغضروف بتاعنا تاف تايب اوف كونكتيف تيشو، ده تاف شويه، ولا هو سوفت ولا هو هارد. يبقى ايه هي الغضاريف دي؟ تاف تايب اوف كونكتيف تيشو. بس خلي بالك ان الغضاريف ما فيهاش ولا بلاد فيزلز ولا فيها نيرفز ولا فيها أوعية دموية ولا فيها أعصاب. عشان كده يقول لك الغضروف ده حاجة افاسكولار. كلمة يعني ما فيش، يعني نو يبقى نو بلاد فيزلز اند نيرفس، ولا فيها بلاد فيزلز ولا فيها نيرفس. امال بتاخد النيوتريشن بتاعها منين؟ بتاخد التغذية بتاعتها منين؟ تقول لك باي افيوجن، بين الحاجات اللي حواليها. يبقى الغضاريف بتاعتنا ولا فيها بلاد فيزلز ولا فيها نيرفس. خلاص، يبقى خلي بالك الغضاريف بتاعتك ما فيهاش بلود فيزز ولا نيرفز، لك افاسكولار. افاسكولار يعني ما فيهوش اوعيه دمويه. لكن هياخد البلود سبلاي بتاعته منين؟ هياخد باي نيوتريشن، باي افيوجن. طيب خلي بالك اي غضروف بيتكون من ثلاث حاجات. بيتكون من كوندروسايتس اللي هي الخلايا، اللي هي السيلز، اللي هي الخلايا الغضروف. كوندرو يعني غضروف، وسايتس يعني سيلز. يبقى كوندروسايتس اللي هي الخلايا بتاع الغضروف، بيتكون من فايبرز يعني الياف. الالياف والخلايا دي موجوده في ارضيه بنسميها ماتريكس. يبقى الخلايا والالياف موجوده في ارضيه اسمها ماتريكس. طيب ايه الوظيفه بتاع الغضروف؟ الغضروف ده بيقلل الفريكشن اللي هو الاحتكاك، وبيقاوم الضغط اللي موجود بقى على العظم، اللي موجود على العظم تاني، فبيبقى فيه ضغط عليه، فهو بيقلل الكمبريشن، بيقلل قوة الضغط الضغط على العظم. تمام. يبقى ايه هي البروبرتيز اوف كارتريج؟ قلنا الكارتريج ده تاف تايب اوف كونكتيف تيشو، ما فيهوش بلاد فيزلز ولا نيرفس، بيتكون من خلايا اللي اسمها كوندروسايت، فايبرز يعني الياف. الالياف دي موجوده في ماتريكس اللي هو الارضيه. ايه الوظيفه بتاعتنا؟ بتقلل فريكشن الاحتكاك، وبتقاوم الكمبريشن اللي هو الضغط المعدي. طيب اي كارتريج؟ انا عندي ثلاث انواع من الكارتريج. كل كارتريج منهم لما تجي هتكلم على الماتريكس بتاعي شكله عامل ازاي، الفايبرز بتاعتنا شكلها عامل ازاي، السيلز بتاعتك شكلها عامله ازاي، والسايتس بتاعتنا. ودي اهم حاجه بنهتم بيها في الاناتومي اللي هي السايتس. الغضروف ده موجود فين في الجسم؟ الغضروف بتاعنا موجود فين في الجسم؟ الحاجات اللي هي الكوندروسايتس والفايبرز والماتريكس دي بتاع الهيستولوجي بيهتموا بيها جدا. الكلام ده هتاخدوه في الهيستولوجي تاني. لكن احنا كاناتومي المهم بالنسبه لنا السايت، كل غضروف من دول موجود فين في الجسم. خلاص. وممكن نقول اذر فيتشرز لبعض الغضروف. انا لما اتكلم على التايبز بتاع الكارتريج، خلي بالك انا هتكلم على الماتريكس شكله عامل ازاي، هتكلم على السيلز شكلها عامل ازاي،
اتكلم على الفايبرز بتاعتك شكلها عامل ازاي، اتكلم على اذر فيتشرز في غضروف في ممكن الاقيها في غضاريف ما الاقيهاش في غضاريف، اتكلم على السايتس بتاعتنا الكارتلج ده موجود فين في الجسم، وده المهم ليا في الاناتومي المكان بتاع الغضروف، وده بجيبه في الام اس كيو، اقول لك النوع الفلاني من الغضاريف موجود فين في جسمنا، لازم احفظ الاماكن بتاعه الغضروف. طيب اول نوع من الغضاريف عندي اسمه هيالاين كارتلج، اسمه هيالاين كارتلج. الهيالاين كارتلج ده اختصاره يقول لك انه عامل زي الازاز، بما انه عامل زي الازاز يا هيالاين كارتلج، فانا الماتريكس بتاع الارضيه بتاعتي هوموجينس متماثل ترانسلوسنت شفاف. يبقى اول صفه في الهيالاين كارتلج ان الماتريكس بتاعه هوموجينس متماثل ترانسلوسنت يعني شفاف. طيب بما انه شفاف فالفايبرز بتاعته قليله، هنا تبص على الصوره تحس ان مفيش فايبرز، الفايبرز قليله، في الياف كولاجين بس قليله، فيو نمبر اوف فايبر اوف كولاجين فايبر، الياف كولاجين فايبر بس قليله، بما انها قليله فدي اللي خلت الماتريكس بتاعي هوموجينوس وترانسلوسن ان الالياف قليله. طب تالت حاجه قال لك السيلز، السيلز بتاعتنا لا اما تبقى خليه واحده لا اما جروب من الخلايا، يعني هنا مثلا شايف خليه واحده او خليتين مع بعض او اربع خلايا مع بعض، السيلز لا اما سنجل سيل لا اما جروب اوف سيلز متجمعين مع بعض ومتحوطين بكبسوله. يبقى تاني الهيلان كارتريج فيه ثلاث صفات هقولهم، اول صفه هيلاين كارتريج ده شكل ده جلاس ابيرنس ده ازاز. طب يا ازاز يبقى الماتريكس بتاعك هوموجينوس يبقى ترانسلوسنت شفاف، اجي للفايبرز فيو كولاجين فايبر، هل الكلام ده له لازمه؟ بما ان فيو كولاجين فايبرز فهو ده اللي خلى الماتريكس بتاعي هوموجينوس. طيب الخلايا بتاعتك قال لك لا اما خليه واحده يا اما مجموعات من الخلايا. طيب الفيتشرز بتاعتي قال لك ان الغضروف ده هو الغضروف الوحيد اللي ممكن يتحول لعضو، يبقى الهيلان كارتريج ده هو الغضروف الوحيد اللي ممكن يتحول لعضو، يبقى الغضروف الوحيد اللي ممكن يتحول لعضو هو الهيلاين كارتريج. النوعين التانيين ما بيتحولوش لعظم، هيفضل واحد بيتولد بيه كغضروف وهيموت بيه كغضروف. يبقى الهيلاين كارتريج ده ميشو اوسيفيكيشن، وات از ذا مينينج اوف اوسيفيكيشن؟ ان هو يتعظم يتحول لعظم. يبقى الهيلاين كارتريج ده الوحيد اللي ممكن يتحول لعظم، ده سؤال بيجي في الام اس كيو. خلي بالك انا قلت كده اربع حاجات، قلت الماتريكس بتاعي هوموجينوس او ترانسلوسنت، هو الاثنين هوموجينوس وترانسلوسنت، قلت الفايبرز بتاعتنا قليله الالياف، قلت الخلايا بتاعتي لا اما يبان في شكل خليه واحده او كذا خليه مع بعض، وقلنا انه ممكن يتحول لعضو. طيب تعالوا نشوف بقى الهيالاين كارتريج ده موجود فين، الهيلاين كارتريج موجود فين؟ اللي هي السايز اللي هو المثل ده اللي هو ايه؟ الابيفيزيال بليت اوف كارتريج. تمام؟ يبقى أول مثال لأماكن الهيلاين كارتريج الابيفيزيال بليت. إيه هو الابيفيزيال بليت ده؟ ده هيلاين كارتريج موجود بين حاجة اسمها الابيفيزيس اللي هي الإند بتاع العظمة، والديافيزيس اللي هو الشافت بتاع العظم. تمام؟ يبقى ده أول مكان للهيلاين كارتريج اللي هو الإبيفيزيال بليد. هل في مكان تاني؟ قال لك الجروينج بونز في الإمبريو، العظم اللي لسه بيتكون في الإمبريو بيبقى عبارة عن هيلاين كارتريج. طب تعالوا نشوف أمثلة تانية. قال لك في غضروف اسمه ارتيكولار
كارتليج، يعني articular cartilage يعني مفصلي، غضروف مفصلي. ايه هو الغضروف المفصلي ده؟ مش انا اللي ادي نهاية عظمة وادي عظمة تانية، السطح اللي بيتمفصل مع العظمة التانية ده بيسموه articular surface. يعني العظمة هتيجي تركب في عظمة، فالجزء من العظمة اللي هيركب في العظمة التانية يسموه articular surface، السطح المفصلي. فلما نغطي المفصلي ده بغضروف نروح مسمينه articular cartilage، نسميه articular cartilage، هنسميه ايه؟ articular cartilage. والarticular cartilage هنا نوعه هيالاين cartilage. يبقى ايه هو الarticular cartilage؟ ده هيالاين cartilage مغطي السطح اللي هيتمفصل، اللي نسميه articular surface، السطح المفصلي. يبقى ايه هو الarticular cartilage؟ ده هيالاين cartilage covering the surface of the articulating surface. يعني طب ايه لازمته؟ ان العظم ما يجيش يمسك في بعضيه، فيبقى في فريكشن، فبغطي نهايه العظمه دي كارتلج ونهايه العظمه الثانيه او بدايتها كارتلج، بدايه العظمه الثانيه اللي هيمسك فيها. الغضروف اللي هنا نوع هيالاين كارتلج، نوع ايه يا شباب؟ هيالاين كارتلج. يبقى تاني مكان للهيالاين كارتلج هو الارتيكولار كارتلج، الغضروف اللي مغطي الارتيكولار سيرفيس، السطح المفصلي. تعالوا نشوف تاني. قال لك في حاجة اسمها كوستال كارتلجز. ايه هي الكوستال كارتلجز؟ دي الغضاريف اللي ماسكة في الريبس، وكلمة كوستال يعني ريبس. فشايفين اللون اللبني دي؟ اللبني ده غضاريف موصلة ما بين الاسترنم والريبس والضلوع. الضلوع ما بتجيش تمسك في عظمة القص على طول، لا، في غضروف بيمسك يوصلها لعظمة القص. الغضروف ده اسمه كوستال كارتلجز. كوستال كارتلج اللي هي الغضاريف اللي ماسكة في الريبس، يعني الغضاريف اللي ماسكة في الضلوع. الغضاريف دي نوعها هيالاين كارتلج. الغضاريف اللي هي اللي باللون اللبني دي نوعها هيالاين كارتلج، اسمها مكان الغضروف ده اسمه ايه؟ كوستال كارتلج. الغضاريف اللي ماسكة في الضلوع اللي بتوصل ما بين الضلوع والاسترنم اللي هو عظم القص. طيب تعالوا نشوف مكان تاني. قال الهيالاين كارتج ده موجود في كل غضاريف اللارنكس ما عدا غضروف واحد اسمه ايبيجلوتس اللي هو لسان المزمار. يبقى الهيالاين كارتلجز موجودة في كل غضاريف اللارنكس ما عدا الايبيجلوتس اللي هو لسان المزمار. لو جينا نتكلم على الهيالاين كارتلجز، قلنا الماتريكس بتاعنا هوموجينوس او ترانسلوسنت، قلنا الفايبرز بتاعتنا قليلة، وبما ان الفايبرز قليلة هو عشان كده الماتريكس بتاعي هوموجينوس ترانسلوسنت. قلنا الخلايا بتاعته يا خلية واحدة يا مجموعة من الخلايا، وقلنا إن الهيالاين كارتلج ده هو النوع الوحيد اللي ممكن يتحول لحم. طيب بعد كده السايتس بتاعتنا قلنا موجود في حاجة اسمها الديفيزيال بليد، موجود في حاجة اسمها articular cartilage الغضروف المفصلي، موجود في حاجة اسمها costal cartilage الغضروف اللي واصل موصلة الريبس والضلوع بالمسترنم اللي هو عظمة القص، موجود في غضاريف اللارينكس ما عدا غضروف واحد اسمه ايبي جلوتس اللي هو لسان المزمار. تعالوا هتكلم بقى عن النوع التاني اللي اسمه وايت فايبرو كارتلج. يا وايت فايبرو كارتلج، من اسمك انت فيك فايبرز كتيرة. نوع ايه الفايبرز دي؟ وايت كولاجين فايبر، الياف كولاجين بيضاء. ده انا اسمي وايت فايبرو كارتلج. انا عندي فايبرز كتيرة نوعها وايت كولاجين فايبر، الياف كولاجين. خلاص؟ طب بما اني عندي فايبرز كتيرة، فالماتريكس بتاعي يبقى هوموجينوس ولا اوبيك؟ لا، يبقى اوبيك. يبقى الماتريكس بتاعي لازم يبقى اوبيك. ليه؟ لان في فايبرز كتيرة يخلي الماتريكس مش هوموجينوس، يسموه هيتروجينوس، غير متماسك، يخلوه اوبيك، مغيم،
مش زي بتاعة الهايلايتر. الوايت فايبرو كارتريج من اسمه وايت فايبرو كارتريج، يعني فيه فايبرز كتيرة نوعها وايت كولاجين فايبر، تمام، ألياف كولاجين. بما إن فيها ألياف كولاجين كتيرة فتخلي لي الماتريكس بتاعي أوبيك، يعني مغيم. طيب الخلايا هنا بتبقى قليلة شوية، تمام. دي الثلاث صفات اللي بنقولهم في الوايت فايبرو كارتج. ادي الوايت فايبرو كارتج في الصورة، بيبقى فيه ألياف كتيرة. الألياف هنا نوعها وايت كولاجين فايبر، بيبقى فيه خلايا قليلة شوية. الماتريكس بتاعي بيبقى أوبيك. ليه الماتريكس بتاعي بيبقى أوبيك؟ عشان في فايبرز كتيرة، يبقى كل ما الفايبرز كتير هتخليه الماتريكس بتاعي أوبيك، مش هتخليه هوموجينيز، والخلايا قليلة شوية. طيب إيه الأماكن اللي موجود فيها الوايت فايبرو كارتليج؟ الوايت فايبرو كارتليج موجود فين؟ موجود في حاجة اسمها انتر فيرتبرال ديسك. بتسمع عن حد يقول لك ده عنده ديسك؟ والديسك ده الفقرات بتاعتنا بيبقى فيها غضروف. الغضروف اللي موجود ما بين الفقرات اللي باللون اللبني ده بيسموه انتر فيرتبرال ديسك. انتر يعني بين، وفيرتبرا يعني فقرات، وديسك يعني الغضروف اللي ما بين الفقرات. الغضروف ده خلي بالكوا لو طلع بره مكانه شوية بيضغط على الأعصاب ويخلي الواحد عنده ألم، يبقى عنده مشكلة، تلاقي على طول في ألم في ظهره. الألم ده ممكن يطلع بعد كده في رجله مثلا، خلاص. ولو الألم ده زيادة، هو بيفضل ماشي على مسكنات، لو الألم ده فضل زايد 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 ممكن يضطر إنه يعمل عملية، خلاص. يبقى أول مكان موجود فيه الوايت فايبرو كارتلج هو الانتر فيرتبرال ديسك، اللي هو الغضروف اللي ما بين الفقرات. يقول لك الشخص ده عنده ديسك ما بين L4 وL5، بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، في مشكلة في الغضروف اللي ما بين الفقرات. الغضروف ده نوعه انتر فيرتبرال، نوعه وايت فايبرو كارتلج. أول مكان للوايت فايبر كارتج هو الانتر فيرتبرال ديسك، اللي هو الغضروف اللي ما بين الفقرات. طب تعالوا نشوف المكان التاني. المكان التاني اسمه سيمفاسيس بيوبز. سيمفاسيس بيوبز اللي هو ايه؟ قال لك ادي عظمتين الحوض بيبقوا متصلين مع بعض الغضروف. الغضروف ده نوعه وايت فايبر كارتج. الغضروف اللي هنا وايت فايبر كارتج ده موصل ما بين العظمتين الحوض، بيسموا المفصل ده هنا سيمفاسيس بيوبس. السيمفاسيس بيوبس اللي هو الاتصال ما بين عظمتين، حاجه اسمها بيوبك بون. البيوبك بون دي جزء من الهيب بون اللي هي عظمه الحوض. الاتصال ما بينهم في النص اسمه سيمفاسيس بيوبس، اسمه سيمفاسيس بيوبس، سيمفاسيس بيوبس. ده نوع الكارتلج اللي هيبقى موجود هنا وايت فايبرو كارتلج. نوع كارتلج اسمه وايت فايبرو كارتلج، وايت فايبرو كارتلج، تمام. نوع الكارتلج اللي هنا وايت فايبرو كارتلج، يبقى المكان ده اسمه سيمفاسيس بيوبس. ايه نوع الكارتلج هنا؟ وايت فايبرو كارتلج، خلاص، وايت فايبرو كارتلج. في مكان تاني زي السيمفاس بيوبس كده اسمه سيمفاسيس منتال. ده بيبقى المندبل بيبقى عباره عن جزئين متحدين في النص بحاجه اسمها سيمفاسيس منتال. السيمفاسيس منتال ده بيبقى نوع الكارتلج اللي فيه وايت فايبرو كارتلج، وايت فايبرو كارتلج. طيب تعالوا نتكلم على النوع الثالث اللي اسمه يلو الاستيك كارتلج. يلو الاستيك كارتلج، فيقول لك الماتريكس هنا هتظهر يلو، يبقى هتبان يلو. ليه؟ عشان فيها يلو الاستيك فايبر، الياف مرنه صفراء، فتخلي لي الماتريكس بتاعي يظهر اصفر. طب الخلايا؟ يقول لك الخلايا كتيره والفايبرز كتير. يبقى اليلو الاستيك كارتليج
ده الماتريكس بتاعه يأبير يلو من اسمه. الفايبرز هنا نوعها يلو إلاستيك فايبر، بعكس الوايت فايبر كارتريج كان نوع الفايبرز هنا وايت كولاجين فايبر. يبقى اليلو إلاستيك كارتريج ده نوع الفايبرز هنا يلو إلاستيك. طب الخلايا كتيرة، يبقى النوع ده في خلايا كتيرة وفايبرز كتيرة. طيب يبقى اليلو إلاستيك كارتريج الماتريكس هنا يبلي أصفر، الفايبرز بتاعتي يلو إلاستيك فايبرز عددها كبير، الخلايا كتيرة، لكن الوايت فايبر كارتريج كانت الخلايا قليلة. طيب السايت بتاعنا فين؟ قال لك الغضروف ده موجود في التيبوفنوز. بص كده على خيرك تلاقي حاجة اسمها التيبوفنوز، خلاص موجود فيها يلو إلاستيك كارتريج، موجود في الأوريكل أوف إير في ودننا كده في حاجة اسمها الأوريكل، ده نوع الغضروف اللي فيها يلو إلاستيك كارتريج. طب في مكان تاني؟ فاكرين لما قلنا الهيالاين موجود في كل غضاريف اللاكس ما عدا الايبيجلوتس، يبقى اليلو الاستيك كارتج موجود فين؟ موجود في الايبيجلوتس، الايبيجلوتس اللي هو لسان المزمار. يبقى اليلو الاستيك كارتج موجود فين؟ في التيبوفنوز، اوريكل اوف اير، اند ايبيجلوتس اللي هو لسان المزمار. ودي كانت اخر حاجه في الكارتج. طيب تعالوا ننتقل لحاجة تانية اللي هو البونز. البونز بتاعتنا، وأول حاجة في البونز what is the function of bones، وده يعتبر سؤال فيسيولوجي، أنا ما اسألوش كأناتومي أقول لك الوظيفة بتاع العظم. وظيفة العظم، العظم ده هو اللي بيدي الشيب بتاع الجسم، هو اللي بيدي الفريم بتاع الجسم، اللي بيحدد شكل الواحد عامل ازاي. يبقى البونز وظيفتها هي اللي بتعمل الفريم بتاع البادي، هي اللي بتعمل الشيب بتاع البادي. طيب البونز ليها وظيفه تانيه؟ ليها وظايف تانيه كتيره. هي بتعمل بروتكشن للفيتال ستراكشر، بتحمي الاعضاء الحيويه. يعني عندي جمجمه في البرين. طب الثوراسيك كيج اللي هو القفص الصدري يحمي الهارت، يحمي اللانكس، يحمي القلب والرئتين. يبقى انا عندي البروتكشن، العظم ده بيحمي الفيتال اورجنز، خلاص زي السكال تحمي البرين، زي الثوراسيك كيج يحمي اللانج والهارت. طب البونز تيب دي مكان بتمسك في العضلات، ما العضلات بتاعتنا بتمسك في العظم، ده سايت اوف ماسلز اتاتشمنت. اتاتشمنت يعني مكان العضلة بتمسك فيه. طيب رابع حاجة اسمها ليفر. ليفر يعني رفع. يعني ايه؟ هنسهل عليك وهقول لك البون ده العظم بيمسك في بعضيه ويعمل لي جوينتس، اللي هي المفاصل، والمفاصل دي جزء من اللوكوموتور سيستم اللي هو الجهاز العضلي الحركي، عشان كده بقول لك بتشتغل كرفع، ان هي عظمة وعظمة بيعملوا لي جوينت اللي هو مفصل، حركات بتاعتنا بتتم حوالين المفاصل. خامس حاجه العظم ده بيشيل وزن الجسم، يبقى ترانسميشن اوف بادي ويت. ترانسميشن اوف بادي ويت يعني بتشيل وزن الجسم. سادس حاجه العظم ده مخزن للكالسيوم، ريزرفوار اوف كالسيوم. طب سابع حاجه العظم ده بيتم فيه تصنيع البلاد اليمنتس، واهم اللي هي عناصر الدم، واهمهم ريد بلاد كورباس اللي هي كرات الدم الحمراء، عن طريق حاجة موجودة جوه العظم اسمها نخاع العظم أو البون مارو. يبقى البون مارو اللي هو نخاع العظم. يبقى دي اسمها فانكشن اوف بون. طبعا احنا في الاناتومي عيب ما نسأل في الفانكشن بون، نخليها لبتوع الفسيولوجي يسألوا فيها زي ما هم عايزين. يبقى البونز بتاعتنا هي اللي بتدي البادي الشيب بتاعه، بتعمل بروتكشن للفيتال ستراكشرز، دي السايت اوف ماسل اتاتشمنتس، بتعمل فورميشن اوف جوينتس بتكون المفاصل، بادي ويت هي بتعمل ترانسميشن اوف بادي ويت بتشيل وزن الجسم، وزن الجسم بيتحمل عليا، يعني وزن الجسم وزن المسطرة بيتحمل عن طريق البونز اوف ادر اللي هتحمله بعد كده لغايه الهيب، وبعد كده عن طريق العظم بتاع اللور لين لغايه الفيت لغايه الكعب لغايه القدم.
البونز بتشتغل كريزرفوار اوف كالسيوم، يعني مخزن للكالسيوم. البونز بتشتغل انها ممكن تعمل برودكشن اوف ار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء. تعالوا بقى نشوف الكلاسيفيكيشن اوف بونز. هنقسم البونز، طب هنقسم البونز حسب ايه؟ قال لك بقسم البونز لا اما حسب مكانها في الجسم، لا اما حسب اوسيفيكيشن اللي هو طريقه تكوينها او طريقه تكوين العظم، لا اما حسب شكلها. طيب يبقى هنقسم العظم حسب its position in the body، وده بيتقسم لنوعين: اكسيال يعني موجود في النص، موجود في المحور، زي عظمة السكال الجمجمة، زي عظمة الفك الممبري، زي عظمة موجودة كده تحت في الرقبة اسمها هيود بون، زي عظمة الاسترنو اللي هو عظمة القفص. كل ده يسموه اكزيال سكيلتون، ده العظم المحوري اللي موجود في النص. الاكزيال سكيلتون ده عظم موجود في النص. طب ابنديكولار سكيلتون، ابنديكولار سكيلتون يعني العظم الهيكل الطرفي، ده عظم القبر واللور. يبقى اول تقسيمه هنقسم البونز according to its position in the body لأكزيال سكيلتون وأبنديكولار سكيلتون. أكزيال سكيلتون يعني إيه؟ يعني البونز اللي موجود في النص، اللي هي المسكال، اللي هي عظمة المسكال الجمجمة، المندبل اللي هو الفك، الاسترنم اللي هو عظمة القاص، كل ده اسمه أكزيال سكيلتون. أبنديكولار سكيلتون اللي هو عظم القبر واللي ادي الاسكال بتاعتنا، وادي المانديبول، وادي الاسترنم، وادي الريبس، كل ده اسمه اكزيال سكيلتون. لكن الابنديكولار سكيلتون اللي هم البونز بتاعت القبر واللور، اللي هي البونز بتاعت القبر واللور. البونز بتتقسم حسب الاوسيفيكيشن، حسب طريقه الاوسيفيكيشن. ايه هي يعني ايه كلمه اوسيفيكيشن؟ اوسيفيكيشن يعني it is the process of formation of bones. طريقه تكوين العظم بتختلف عند طريقتين، حاجه اسمها انترا ممبرينوس، انترا ممبرينوس، واشهر مثال ليا الكلافيتي، بتتكون بالطريقه دي. الانترا ممبرينوس ده ايه اللي بيحصل؟ يقول لك انا عندي كونكتيف تيشو ممبرين، غشاء من النسيج الضام، الغشاء ده يروح متحول على طول لعظم، فيروحوا مسمينه الطريقه دي انترا ممبرينس. واشهر مثال للعظم اللي بيتكون بالطريقه دي هي الكلافيتي. في عظم تاني، عظم اللي هو بتاع السكال كاب، اللي هو الغطا بتاع السكال، ده بيتكون بالطريقه دي. يبقى انترا ممبرينس اوسيتيشن يعني ايه؟ انترا ممبرينس يعني فيه غشاء من الكونكتيف تيشو، النسيج الضام، غشاء من النسيج الضام، الغشاء ده هيتحول على طول لعظم، فلما يتحول على طول لعظم هنسمي الطريقه دي انترا ممبرينس. ايه الفرق بينها وبين الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه اسمها انترا كارتلاجينس. انترا كارتلاجينس يعني ايه؟ يعني الغشاء ده مش هيتحول على طول لعظم، هيتحول لغضروف كارتلج، والكارتريج ده بعد كده يتحول لعظم، فيروحوا مسمين الطريقه دي انترا كارتلاجينس. ودي زي اغلب كل عظم الابر واللور ما عدا الكلافيتي. يبقى عندي طريقتين لتكوين العظم، طريقه اسمها انترا ممبرينس وطريقه اسمها انترا كارتلاجينس. انترا ممبرينس يعني ايه؟ يعني غشاء من الكونكتيف تيشو، الغشاء ده يتحول لعظم. طيب انترا كارتلاجينس يعني الغشاء يتحول لغضروف والغضروف يتحول لعظم. يبقى الانترا ممبرينس الغشاء ده يتحول لعظم على طول. طب الانترا كارتلاجينس الغشاء يتحول لغضروف والغضروف يتحول لعظم. يبقى انا عندي طريقتين للاوسيفيكيشن، طريقه اسمها انترا ممبرينس والطريقه الثانيه اسمها انترا كارتلاجينس. تعالوا بقى نقسم البونز according to its shape، هنقسم البون according للشيب بتاعها.
فأول حاجة اسمها لونج بونز، واللونج بونز دي موجودة زي أغلب عظم أو كل عظم الأبر واللور، هو لونج بون. أغلب عظم الأبر واللور، مش كله، لأن في عظم اللي هو عظم صغير مش لونج بون. يبقى اللونج بون عندنا زي عظمة الهيومرس اللي هي بتاع العضد، عظمة الفيمر اللي هي عاملة الفخذ، دول اسمهم لونج بون، زي الهيومرس، زي الفيمر، زي أغلب عظم الأبر واللور. طيب يبقى أنا عندي أول شكل من البونز اسمه لونج بونز. تعالوا نشوف اللونج بونز. آدي منظر اللونج بون. أي لونج بون في الدنيا بتتكون من تو اندس وشافت. لما نيجي ناخد كده في العظم بعد كده في الأبر لين، يقول لك الهيومرس ليها تو اندس، أبر اند ولور اند وشافت. إحنا هنا في البيزك يسموا الأبر اند واللور اند، يروحوا مسمينها ابيفيزس. يبقى ايه هو الابيفيزس ده؟ دي اند بتاع العظم، يا اما فوق يا اما تحت. والشافت يروحوا مسمينها بايفيزس. يبقى انا عندي اي لونج بون بتتكون من تو اندز كولد ابيفيزس، وشافت اسمها بايفيزس. يبقى انا عندي اي لونج بون بيتكون من تو اندز اسمهم ابيفيزس، وشافت اسمها بايفيزس. ايه هو الابيفيزس؟ الابيفيزس اللي هو الاند بتاع العظم. It is expanded upper or lower end. دي الحتة المنفوخة من العظمة فوق أو تحت. يبقى الابيفيز ده It is expanded upper or lower end. الابيفيزس ده مش دي الاند بتاع العظمة؟ ما هي دي اللي هتعمل articulation مع عظمة تانية. It is used for articulation، تتمفصل مع عظمة تانية. ما العظمة هيمسك في عظمة تانية ازاي؟ من الاند بتاعته يا اما فوق يا اما تحت. يبقى الابيفيز ده it is used for articulation، وما دام used for articulation لازم يتغطى بغضروف، هنسميه articular cartilage، صح؟ مش احنا قلنا ايه هو الارتيكولار كارتج ده؟ اللي بيغطي السطح المفصل. يبقى انا عندي اللونج بون ليها تو انس اسمه ابيفيزس، وشافت اسمها دايافيزس. الابيفيزس هتكلم عليه، الابيفيز ده الاكسباندد ابر اور لور اند، يعني في ابيفيزس فوق يا بيه وابيفيزس تحت. والابيفيز ده بيستخدم فور ارتكيوليشن. طب لما يستخدم فور ارتكيوليشن بيتغطى بغضروف، اسمي الغضروف هنا ارتيكولار كارتلج، ونوع الكارتلج هيالاين كارتلج. طب تعالوا نشوف بقى الدافيزس. الدافيزس باختصار اللي هو الشافت، اللي هو جسم العظمة. طب خلي بالك ان الدافيز ده عبارة عن انبوبة تيوب من الكومباكت بون، عظم مصمت. لما نيجي ناخد في الهيستولوجي العظم نوعين، نوع اسمه كومباكت بون عظم مصمت، ونوع اسمه سبونجي بون عظم سفنجي. يبقى الدافز ده تيوب انبوبه من الكومباكت بون، بس خلي بالك الانبوبه دي فيها تجويف اسمه ميدالري كافيتي. التجويف اللي في النص ده اسمه ميدالري كافيتي. التجويف ده فيه حاجه اسمها بون مارو، اللي هو نخاع العظم اللي قلنا عليه بيصنع البلاد اليمنتس، عناصر الدم اللي اهمهم كرات الدم الحمراء. يبقى اول حاجه في الدافز ده تيوب من الكومباكت بون، انبوبه من العظم بتحتوي تجويف اسمه ميدالري كافيتي، والتجويف ده بيحتوي حاجه اسمها بوم مارو، والبوم مارو هو اللي بيصنع الار بي سي. خلي بالك ان الدافز ده او العظم متحوط بغشاء من بره، اللي هو النقط اللي على الجنب اليمين والشمال دي. الغشاء ده يسموه بريوستيان. اسمه ايه؟ بريوستيان. البريوستيان ده مسؤول عن نمو العظم بالعرض. مسؤول عن نمو العظم بايه؟ بالعرض. ليه؟ البريوستيوم ده يا شباب عباره عن طبقتين، طبقه من بره فايبرس، وطبقه فاسكولار فيها اوعيه دمويه وبتاع، او سيلولا فيها خلايا. البريوستيوم ده موجود فيه خلايا مهمه جدا جدا جدا. الخلايا دي اسمها اوستيوبلاست. يعني ايه اوستيو؟ يعني عظم.
وبلاست يعني خلايا، يعني اللي بتكون العظم. عايز تقول ايه؟ مش انا بقول ان البروبوستيوم ده مسؤول عن نمو العظم بالحرف؟ ليه؟ عشان فيه خلايا اسمها اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست ده عمال يكون عظم، فيبقى البروبوستيوم ده فيه خلايا مسؤول عن نمو العظم بالعرض. طب البروبوستيوم ده مهم في حاجه تاني؟ اه، لو واحد اتكسر فالاوستيوبلاست الخلايا اللي موجوده في البروبوستيوم دي تصنع عظم تاني. طب البروبوستيوم له وظيفه تانيه؟ اه، البروبوستيوم ده في أوعية دموية تغذي العظم. يبقى تاني، الدافيزس ده عبارة عن أنبوبة من الكومباكت بون فيها تجويف اسمه ميدالري كافيتي. التجويف ده بيحتوي بون مارو. الدافيزس متحوط من بره بغشاء اسمه بريوستيوم اللي هو في الصورة النقط. البريوستيوم ده مسؤول عن نمو العظم بالعرض. البريوستيوم ده فيه خلايا اسمها أوستيو بلاست، عشان كده هو اللي مسؤول عن نمو العظم بالعرض وعمال يكون في عظم. طيب البريوستيوم له وظيفه تانية؟ اه، في حاله الفراكشر، حاله الكسر، بيكون لي عظم جديد. البريوستيوم ده فيه بلاد فيزلز، اوعيه دمويه بتغذي العظم. اخر حاجه في الدافيز عايز اقولها ان الدافيز ده مفصول عن الابيفيزيس بابيفيزيال بليت اوف كارتج اللي هو الخط الاسود. ايه هو الابيفيزيال بليت اوف كارتليج ده يا شباب؟ ده هيالاين كارتليج فاصل ما بين الابيفيزيس والدافيزيس. يبقى الدافيزيس مفصول عن الابيفيزيس بمين؟ بابيفيزيال كارتليج او ابيفيزيال بليت. الغضروف اللي قلناه في الهيالاين كارتليج اللي قلنا الغضروف ده مسؤول عن نمو العظم بالطول، وقلنا الغضروف ده هو الوحيد اللي ممكن يتحول، اللي بيتحول لعظم لما الواحد خلاص نموه خلص فبيتحول لعظم وما بيبقاش موجود. يبقى الديافيزس ده تيوب من الكومباكت بون في تجويف اسمه ميدالاري كافيتي. التجويف ده بيحتوي بون مارو، والبون مارو بيصنع الار بي سي. الديافيزس ده متحوط من بره بغشاء اللي هو النقط اللي اسمه بيريوستيوم، والبيريوستيوم مسؤول عن نمو العظم بالعرض. الدافيزس مفصول عن الابيفيزس بابيفيزيال بليد اللي هو النوع الكارتلج فيه هيالاين كارتلج. خلي بالك يقول لك ان اعلى حته في الدافيزس فوق وتحت، اعلى حته واوطى حته يسموها ميتافيزس. يبقى ايه هو الميتافيزس ده؟ ده جزء من الدافيزس اللي هو الابر بارت او اللور بارت بتاع الدافيزس يسموهم ميتافيزس. والميتافيز ده اكتر حته اكتف في العظم، اكتر حته نشيطه في العظم. يبقى اخر حاجه في الدافيزس ان اعلى حته فيه واوطى حته فيه اسمها ميتافيزس. يبقى ايه هو الميتافيز ده؟ جزء من الدافيز. يبقى انا كده قلنا وصفنا اللونج بونز وقلنا شكلها عامل ازاي. خلاص، اللونج بونز موجوده فين؟ في البونز بتاعه الابر واللور لمب، زي عظمة الهيومرس في الأبر، زي عظمة الفيمر في اللور. عندي عظم تاني، نوع تاني من العظم من حيث الشكل اسمه شورت بونز. الشورت بونز ده من أمثلتهم كاربال بونز اللي موجودة في الريست اللي موجودة في الصورة اسمها كاربال بونز، وعظم اسمه تارسال بون موجود في الفوت في القدم. الكاربال بونز دول عددهم 8، نوعهم شورت بونز، عظم قصير. العظم ده طبعا الحركه فيه بتبقى ليميتد، حركه قليله، وهو فايدته انه بيقاوم الضغط اللي على العظم، ريزيست كومبريشن. طيب الشورت بونز دي من امثلتها الكاربال بونز. الكاربال بونز دول عددهم 8، مش علينا اسمائهم دلوقتي، بس انا هقول لكم الجمله بتاعتهم من باب العلم. يقول لك سكافويد، ليونيت، ترايكواترال بيزيفور، ترابيزيوم، ترابيزويد، كابيتيت، حميد. أو بنقول جملة كده هناخدها بعدين في الأبر، سعاد سعاد لازم تلعب بوكر، تكسب تخسر كله هلس، بوكر يعني قمار، فكله حرام في الآخر، تكسب أو تخسر كل ده حرام. يبقى سعاد سكافويد لازم ليونيت تلعب بوكر ترايكواترال بيزيفور، ترابيزيوم تكسب
بتخسر ترابيزويد كافيتيه قناه كل هرز، يبقى دي اسمها كاربال بونز، عددهم 8. نوع العظم هنا شورت بونز، نوع العظم هنا ايه؟ شورت بونز. هل في مثال تاني للشورت بونز؟ العظم ده اللي اسمه التارسال بونز، التارسال بونز دي اللي موجوده في الريك، ودول عددهم 7، عباره عن عظمه اسمها تيلس، وعظمه اسمها كالكينيوس، كوبويد، عظمه اسمها نافيكولار، وثلاث عظمات اسمهم يونيفورم، خلاص؟ ميديال وانترميديال ولاترال. السبع عظمات دول اسمهم تارسال بون، نوع العظم هنا شورت بونز. ويجمعوا برضو العظم بتاع التارسال بونز هناخده في اللور لم، يقول لك العظم بنجمعه بجملة تهاني كلت كباب ونيفة وثلاث كتاكيت. طبعا مش عليا احفظ الكلام ده دلوقتي. تهاني تيلس، كلت كالكينيوس، كباب كوبويد، نيفا نافيكولار، ثلاث كتاكيت، ثلاثة نيفون. يبقى من أمثلة الشورت بونز هما التارسال بونز اللي موجودة في الفوت، خلاص، وكاربال بونز اللي موجودة في الهاند. أنا عندي فيه شورت بونز من أمثلتها كاربال بونز وتارسال بونز. عندي نوع ثالث اللي هو الفلات بونز. من أمثلة الفلات بونز السكابيولا. من أمثلة الفلات بونز السكابيولا. من أمثلتها الريبس. الفلات بونز زي السكابيولا وزي الريبس، السكابيولا اللي هي لوح الكتف. يبقى من أمثلة الفلات بونز السكابيولا أو الريبس. طيب الفلات بونز دي خلي بالكم يقول لك بتتكون من طبقتين رفيعين من الكومباكت بون اللي هو العظم المصمت، وفي النص محشيه بسبونج بون عظم سفنج. يبقى اي فلات بون بتتكون من طبقتين رفيعين، واحده من بره واحده من جوه كومباكت بون، وفي النص بيبقى فيه طبقه من السبونج بون اللي هو العظم السفنج. يبقى فلات بونز يعني ايه؟ قال لك بتتكون من طبقتين، طبقتين كومباكت بون وفي وسطهم سبونجي بون. خلي بالك في حالة عظم المسكال يروحوا مسميين الطبقتين اللي من بره ومن جوه اوتر تيبل وانر تيبل، ويسموا الطبقة اللي في النص اللي هي السبونجي بون يسموها ديب بون. يبقى السكال بونز فلات بون بتتكون من ايه؟ بيقول لك بتتكون من طبقتين، واحدة من بره ومن جوه، دول كومباكت بون، وفي النص طبقة سبونجي بون. في حالة السكال سمينا الطبقتين اللي الطبقه الاوتر والانر سميناهم اوتر تيبل وانر تيبل، واللي في النص السبونج بون هنسميه دبليو. يبقى الفلات بونز دي موجوده فين؟ موجوده في السكابيولا، موجوده في الريبس. خلي بالكو العظم ده ممكن فايدته تمسك فيه عضلات، يستخدم في البروتكشن الحمايه، طبعا عظم السكابيولا ممكن. فلات بون زي مين؟ زي الاسكابيولا وزي الريبس. يبقى الفلات بون زي الاسكابيولا وزي الريبس. يبقى احنا قلنا لونج بونز، وقلنا شورت بونز، وقلنا الفلات بونز. الصوره دي عباره عن ايه؟ الصوره دي عباره عن عظمه المجزله اللي هي عامله لك الفك العلوي، ادي السنان اهي، وفيها تجويف. التجويف ده اسمه ماكسيلاري ساينس. الجيب ده المجزرة ساينس، ده مثال للبارانيزال ساينس. العظمة اللي هي الفرونتال بون اللي في مقدمة المسكال، خلاص، اللي من قدام اللي فوق عينك، العظمة دي بيبقى فيها جيب من الهواء مفرغة. طيب هو ايه فايدة النيوماتيك بون دي؟ النيوماتيك بون دي بتقلل وزن المسكال، بتقلل وزن المسكال. طيب ما تخليش المسكال بتاعتك تقيلة، فبتخلي فيها بتعمل فيها جيوب من الهواء عشان تخلي المسكال خفيف، وما تبقاش المسكال بتاعتك 50 كيلو، لا، تلاقي المسكال تقلل وزنها، بتخلي الصوت بتاعك ريزونانس نقي او في حد شويه. تلاحظوا لما حد بيبقى عنده التهاب في الجيوب الانفيه يقول له هو انت صوتك متغير، صوتك مخنف شويه، صوتك متغير ليه؟ لأن الجيوب الأنفية دي بتبقى متبطنة بغشاء مخاطي
الإنشاء ده بيخلينا بيعمل لي ريزونانس فويس، يخلي الصوت بتاعك ينقص شوية، يخليه حاد، ما يخليهوش لما الواحد يجيله التهاب في الجيوب الأنفية بتلاقي الصوت بتاعك متغير. يبقى كلمة نيوماتيك بوم يعني إيه؟ يعني عظم فيه هواء. أقول لكم على حاجة، عندنا من أخطر الإصابات اللي في الطب حاجة اسمها نيوموسوراكس. نيومو يعني هواء، وسوراكس يعني هواء في البلورال كافيتي. البلورال كافيتي اللي هو الغشاء اللي حوالين اللنج الرئوي. واحد اتضرب بسكينة في صدره فيروح داخل الهواء مرة واحدة للبلورة. هتقول لي هو البلورة ما فيهاش هواء؟ اه البلورة ما فيهاش هواء. البلورة اللي هي الغشاء اللي حوالين الرئة ده بيبقى فيه سائل بسيط. فلما الهواء يخش من البلورة يروح ضغط على الرئة بتاعتك، هو بيعمل ضغط موجة بوزيت بريشر، يروح ضغط على الرئة بتاعتك فالرئة تتطبق، فالواحد ممكن يموت فيها. فأنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تبقى فاكر كلمة نيومو فوركس. نيومو يعني هواء، يبقى نيوماتيك بوم ده يعني عظم فيه هواء، عظم مفرغ مجوف مليان هواء. وليه الهواء ده؟ ومن أمثلته عظم الاسكال اللي حوالين النوز، اللي حوالين المناخير، بيبقى فيه هواء ونسميه بارانيزال ساينسز، الجيوب الأنفية. هي المفروض اسمها بجوار الأنفية بس مجازا بنقول جيوب الأنفية. خلاص؟ إيه أهمية النيوماتيك بون؟ خلاص؟ النيوماتيك بون ده بيخفف وزن الاسكال، بيعمل يخلي الصوت بتاعك نقي. خلي بالك ده برضو الغشاء المخاطي ده بيعمل وورمنج للانسبار، بيخلي الهواء اللي داخل بيخليه سخن، الهواء ما يخشش بارد. خلاص يبقى بيعمل وورمنج للانسبار برضه. تمام، ده النيوماتيك بوم. نيوماتيك بوم يعني عظم فيه هواء. اخر مثال للشيبز بتاع البوم اسمه سيزامويد بوم. ايه هو السيزامويد بوم؟ قال لك السيزامويد بوم دي عظمه امبيدد، امبيدد يعني محشوره جوه تندو. يبقى سيزامويد بون يعني عظمه محشوره جوه تندو. واشهر مثال ليه عظمه الباتيليا اللي هي الغرفه اللي موجوده في الركبه. طب الباتيليا دي محشوره في التندو بتاع مين؟ قال لي في عضله موجوده على الفرنك بتاع الصايع الفخذ اسمها كوادريسيبس فيموس. كوادري يعني اربعه، وسيبس يعني ليها اربع هيلز. خلي بالكوا انا شايف، هتقول لي انا شايف ثلاثة بس، هقول لك ما فيه هيد ديب شوية. العظم ده بيتحد ويعمل لي وتر، الوتر ده بيبقى محشور في نص الباتيلا، فالباتيلا دي سيزامويد بون. يبقى سيزامويد بون يعني ايه؟ عظمة محشورة جوه تندو. طب ايه ليه في عظمة محشورة جوه التندو؟ عشان تقلل احتكاك الوتر بالعظمة اللي تحتي. خلاص؟ يبقى يعني ايه سيزامويد بون؟ سيزامويد بون يعني it is small nodule of bone، يعني حتة عظماية صغيرة موجودة جوه القرص بتاع تندون. يبقى لما الاقي عظمة محشورة جوه تندون نروح مسمينها سيزامويد بون. واشهر مثال ليا الباتيلا اللي هي الرقفة اللي موجودة في الركبة. الصورة الجاية دي فيها برضو سيزامويد بون، ادي عضلة وادي التندون بتاعها ومحشور جوه التندون بتاعنا سيزامويد بون. يبقى وات از ذا مينينج اوف سيزامويد بون؟ ده بون محشوره جوه تندون بتاع عضله. يبقى احنا اتكلمنا على الشيب اوف بونز، كان عندي لونج بون، شورت بونز زي الكربل والبارسل، فلات بونز زي الاسكابيولا والريبس، الريجولار بون زي الفرتبرا، نيوماتيك بون زي البارانيزال ساينسز، سيزامويد بون. يعني ايه سيزامويد بون؟ يعني عظمه محشوره جوه تندو. اخر حاجه في المحاضره بتاع النهارده حاجه اسمها بلاد سبلاي اوف لونج بونز. خصوص البلاد سبلاي اوف لونج بونز يعني اللونج بونز بتاخد بلاد سبلاي منين؟ واي بلاد سبلاي في الدنيا عبارة عن ارترز وفينز، شرايين واوردة. اللي انا هشرحه دلوقتي هو هتكلم على الارترز بالاساس، هتكلم على الارترز بالاساس. فانا عندي في كذا شريان يغذي اللونج بون، في شريان اسمه نيوترانت ارتري،
في شريان اسمه شرايين اسمها ابيفيزيا، شرايين اسمها ميتافيزيا، شرايين اسمها بريوستيال ارتريز. يبقى انا هتكلم على الارتيريال سبلاي اوف لونج بونز، العظم الطويل بياخد شرايين منين، بياخد غذاء منين. تعالوا نشوف كده الصوره الجايه. اول شريان عندي اسمه نيوترانت ارتري. النيوترانت ارتري، كلمه نيوترانت يعني ايه؟ يعني شريان مغذي. طب الشريان المغذي ده هيدخل العظم، لما بيدخل العظم هو بيدخل المسطال من خلال فورامين، من خلال خرم صغير، بيسموا الخرم الصغير ده نيوترانت فورامين. الفورامين اسمه نيوترانت ليه؟ عشان هيدخل منه النيوترانت ارتري. يبقى الشريان ده اسمه نيوترانت ارتري. الشريان ده بيمشي في الكورتكس بتاع العظم اللي هو القشره بتاع العظم لغايه ما يوصل للتجويف اللي هو المدلل الكبدي. اول ما يوصل للمدلل الكبدي يروح مقسوم لشريان يطلع لفوق يسموه السندنج، وشريان ينزل لتحت يسموه ديسندنج. خلي بالكم اللي طالع لفوق واللي نازل لتحت دول هيلتقوا مع ارتريز هنا وهنا، هنقولهم بعد شويه. يبقى النيوترانت ارتري ده دخل العظم من خلال فورامين اسمه نيوترانت فورامين، واول ما وصل للمظله اتقسم للشريان يطلع لفوق، اسميه اسندنج يعني طالع وديسندنج يعني نازل. طيب الحته دي كان اسمها ميتافيزيس، ففي شرايين هتغذيها هتسميها ميتافيزيا الارتريز. طب الميتافيزيا الارتريز هتخش العظم ازاي؟ هتخش من خلال فورامين صغيره، مينيوت فورامين، فرامنة صغيرة، فروم صغيرة في الأرض، هيخش منها الميتافيزيا الأرتريز. خلي بالكم الميتافيزيا الأرتريز دي من عندي ميتافيزيس فوق وميتافيزيس تحت. الميتافيزيس اللي فوق، الأرتريز اللي فوق هيلتقوا مع الأسندنج، والميتافيزيا الأرتريز اللي تحت هيلتقوا مع الأسندنج بتاع مين؟ النيوترال. تالت أرتريز عندنا اسمها إبيفيزيا الأرتريز، والابيفيزيا الارتري راح تغذي الابيفيز. انا قلت لغايه دلوقتي التلاته، نيوترانت ارتري هيخش العظم من خلال فورامين، فورامين مميز جدا موجود في العظم وبنشوفه اسمه نيوترانت فورامين، هيمشي في الكورتكس لغايه ما يوصل للمظله. اول ما يوصل للمظله هيتقسم لاسندنج وديسندنج عشان يتقابل مع ارتري اسمها ميتافيزيا. الميتافيزيا الارتري موجوده فوق وتحت. خلي بالك النيوترانت ارتري بيغذي الانر تلتين بتاع السيكنس بتاع الشافت بتاع العظمه. يعني الشافت بتاع العظمه لو قسمنا التخن ده انر تلتين واوتر تلت فهو بيغذي الانر تلتين. طيب نيجي الارتريز اسمها ميتافيزيا الارتريز، بتغذي الميتافيزيس وبتلتقي مع الاسندنج والديسندنج بتوع مين؟ بتوع مين؟ طب الارتريز اللي بتغذي الابيفيزيس اسمها ابيفيزيا الارتريز. طيب سؤال للناس الشاطرة، هو أنا لو واحد لسه بنمو فبيبقى في غضروف اسمه ابيفيزيال بليت اوف كارتريج هيفصل ما بين الابيفيزيس والديافيز، فهل الابيفيزيال ارتريز لو الغضروف ده موجود هيتصل ببعض؟ لا، هيفصل الابيفيزيال ارتريز عن الميتافيزيال. طب لما الغضروف ده يختفي في الناس الكبار الابيفيزيال ارتريز والميتافيزيال ارتريز هيتكسروا مع بعض براحتهم. طيب يبقى انا عندي اتكلمت على النيوترانت ارتري ان دخل المدلع كارت اتقسم لاسندنج وديسندنج، واتكلمنا على ارتريز راح تغذي الميتافيزيس اسمها ميتافيزيال ارتريز، ارتريز راح تغذي الابيفيزيس سميتها ابيفيزيال ارتريز، وقلنا لو الواحد لسه بينمو ففي بقى في غضروف اسمه ابيفيزيال بليت هيفصل الارتريز دي الابيفيزيال عن الميتافيزيال، لو الغضروف ده اختفى اتحول لعظم فالارتريز دي هتتصل مع بعض براحتها اللي هي الابيفيزيال والميتافيزيال. اخر بلاد ارتريز بتغذي العظم اسمها بريوستيال ارتريز. البريوستيال ارتريز دي موجوده بطول البريوستيوم، دي راح تغذي العظم. بتغذي انه جزء من العظم؟ يقول لك بتغذي الاوتر تلت بتاع السيكنس اوف ذا شيفت. البري اوستيال ارتريز دي رايحه تغذي الاوتر تلت بتاع السيكنس اوف ذا شيفت. يبقى لو جالي سؤال ارتيريال سبلاي اوف لونج بون، عندي نيوترينت ارتري
النيوترنت ده بيخش من نيوترنت فورامين، اول ما يوصل المدرع الكبدي يتقسم لاسندنج وديسندنج. عندي ميتافيزيال ارتريس، في عندي خلي بالكو في فوق وفي تحت عشان في ميتافيز وميتافيز. ولما قلنا الميتافيز ايه هو؟ قلنا ده الابر واللور بارت بتاع الدافيز، الحته اللي فوق والحته اللي تحت بتاع الدافيز اسمها ميتافيز، ودي الموست اكتف بارت اوف لونج. عندي ارتريز اسمها الفيزيال ارتريز هتخش تغذي الميتافيز، عندي ارتريز اسمها بالاوستيال ارتريز دي راح تغذي الاوتر تيلت بتاع السيكنس اوف ذا شيب. ودي كانت اخر حاجه في المحاضره بتاعه النهارده.